آلاف الأرجنتينيين تظاهروا في أماكن مختلفة من العاصمة بيونس أيرس رافعين شعارات تندد بالغموض الذي يكتنف وفاة المدعي العام ألبرتو نيسمان الذي يتجه التحقيق إلى ترجيح فرضية انتحاره بعدما وجه أصابع الاتهام للرئيس كيرشنر بالتستر على تورط إيران في الهجوم على تعاونية يهودية عام 94. المدعي العام ألبرتو نيسمان قال لي لمرات عدة في مناسبتين أو ثلاث في الأيام القليلة الماضية حينما تحدثت إليه وقال لي أنه يمكن أن يفقد حياته مع هذا التحقيق. تقول هذه النائبة البرلمانية: بدلا من أن تشرح ما إذا كان انتحارا أم لا، على الرئيس أن تفسر ما الذي يحدث في الأرجنتين بعد اتهامها بالتستر، والآن لدينا المدعي العام قد توفي. المدعي العام نيسمان أكد أن لديه تسجيلات هاتفية تدين الرئيس كيرشنر والتي تكون قد رضخت حسبه للإملاءات الإيرانية التي أغرتها بعقود تجارية مهمة، وكان من المفروض أن يقدم المدعي العام أدلته للبرلمان لكنه مات قبل ذلك. يذكر أنه عام 94 وقع تفجير في مبنى تعاونية يهودية أوقع 85 قتيلا و300 جريح، ويشتبه القضاء الأرجنتيني في تورط إيران في العملية.